السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال دانيت شوكولا اللي كيحمقوا عليها الكبار والصغار. كتجي بنينة بزاف وزوينة واحسن بكتير من اللي كناخدو من الحانوت، حيت هادي صنع منزلي وعارفين اشنو دايرين فيها، وكتجي صحية 100%. مكونات جد بسيطة والقوام ديالها كيف ما كتشوفوا كريمي. يلا هو تابعوا معايا الطريقة ديال التحضير ديالها والمقادير. عندي هنايا كمقادير 50 غرام ديال الشوكولا الاسود، من الاحسن نديرو هذا اللي كتكون فيه نسبة الكاكاو مرتفعة. انا خديت هذا اللي فيه نسبة ديال الكاكاو 73%. كما كتشوفوا الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير ديال الحانوت عادي، كيجي حتى هو زوين، غير هذا بنين. وعندي معلقة كبيرة ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال كريم باتيسير او بودرة الكاستر، ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو المر ديال العبار. الا ما عندكمش تقدروا تستخدموا هاد الساشيات اللي كتكون فيهم 7 غرام، تستخدموا ساشية وحدة كيجي حتى هو زوين. وليفيغين او الكيسان فاش غادي نديروا التحلية، ونسيطر ديال الحليب غادي نضيفوا المقادير او النواشف كاملين مع الحليب وهو بارد، سنيدة وكريم باتيسير والكاكاو، وغادي نحركوهم مزيان حتى يذوبوا المكونات. وعاد غادي نديرهم فوق البوطه مع التحريك لمده 5 دقائق تقريبا. هنا بعد ما دازت 5 دقائق عاد غادي نضيف الشوكولات، ما غاديش نرجعهم فوق البوطه، غادي يذوب الشوكولات غير في الحراره ديال الخليط مع التحريك المستمر، والتحريك بسرعه قبل ما يبدا يجمد لينا الخليط. هنا بعد ما داب الشوكولات حركته مزيان مزيان حتى داب، عاد غادي نديرو في ليفيغين وهو مازال الخليط بحال هكا سخون. هاد الكميه ديال نص لتر ديال الحليب، انا كدير ليا 7 ديال ليفيغين من هاد الشكل، راهم ما كبارش بزاف وما صغارش بزاف، صغار من الكيسان ديال العنبه. والمده ديال الاحتفاظ بهاد دانيت في الثلاجه المدة ديال 3 ايام. غادي نديرهم دابا في الثلاجة يبردو المدة ديال 3 سوايع، وغادي يكونوا واجدين. هنايا بعد ما داز 3 سوايع راهم واجدين، كيجيو خاطرين بحال هكا، القوام ديالهم تقيل بزاف وكيجيو كريميين. المذاق ديالهم جد رائع، نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقة. ما غاديش تتبعوا منهم كيحمقوا، ما غاديش تخليهم كاع 3 ايام في الثلاجة، غتكملوهم في نهار واحد. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، والى عجبكم وعجبتكم القناة ديالي ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا معايا في القناة. السلام عليكم.